لك شويه صور. اوكي. هتقولي لي الشخص اللي موجود في الصوره بتشوفيه معاكي ولا عليكي، وتقولي لي بتشوفيه ازاي من وجهه نظرك ولا عليا، وبتشوفي الشخصيه ازاي من وجهه نظرك. اول صوره معانا وليد فواز، معاكي ولا عليكي؟ والله اقول لك حاجه، لا عليا. عليك. مش معايا طبعا. عليك. طبعا لا لا مش معايا خالص. انا بنسى انه مي اتجوزت الراجل ده، بنسى صدقي والله العظيم. يعني مرات لما حد مش عارفه، لسه قريب كنا قاعدين ومش عارفه، سال مي اتجوز مره مرتين، قلت لها ايه مره ايه مرتين دي؟ قالت لي ايه نسيتي؟ قلت انا فعلا نسيت. يعني الفقره اللي مي اتجوزت فيها وليد فعليا فعليا هي مسحت، يعني كانها لم توجد، لان هي فعلا لم توجد. عارفه الناس دايما بتسال مي لان هي اللي مرت بالتجربه. بس ما حدش بقى عرف احساس الاخت. لا احساس وانتي وحش. وانتي قريبين من بعض قوي، وانتي حد بالنسبه، انتي بالنسبه لها شخص مهم قوي، وهي بالنسبه لك شخص مهم. ايوه قوي. الاخت دي السند، الظهر طبعا، وكنت السند والظهر كل حاجه. احساسك كان ايه؟ احساس وقتها طبعا ما اتبسطتش انه حصل كده. احنا بيت very civilized، بمعنى انه احنا ما فيش حد لو بتبقي مش راضي على حاجه مثلا، ما فيش ان احنا نجبر او نقول لها لا 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 ما تعمليش ده، او بتدي رايك وفي الاخر حرة. بنبدي راينا، بس هي خلاص. ابديتي رايك، قلتي ايه قبل ما قبل ما هتتجوزوا، قبل ما ترتبطوا؟ ما كناش يعني، كان عندي حاله من الـ عدم في قلق، مش مرتاحه. حاسه انك مش مرتاحه. لا انا مش بصي، انا مش ما فيش اكسبرت عشان اعرف اللي قدامي، بس في حاجه حسيته مش شبهنا. بس هي حابه وقالت انا ممثله وهو ممثل، وانا مي على فكره حياتها بسيطه جدا 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 للناس ما تعرفش. مي من نوع عليها فعليا، يعني انا عندي سوشيال لايف اكتف وقويه، وبخرج كتير وبتهزم كتير و و و، لكن مي حياتها ليترالي عباره عن بيتي، بيتها وشغلها وليلي. بنتها. وقفلي اقفلي ده. نروح للصورة اللي بعديها. يلا. الصورة اللي بعديها المخرج خالد يوسف. معاكي ولا عليكي؟ وبتشوفيه ازاي من وجهة نظرك؟ لا خالد يوسف لا معايا ولا عليا بصراحة، يعني ممكن زمان زمان قوي كان في موقف حصل. بس هو حمقي شوية في ردود أفعاله، يعني فاكرة كان في فيلم هو كان إيه اللي ساعتها عملته فنانه لبنانيه كده جميله اسمها دولي شاهين، كان اسمه ايه الفيلم ده؟ ويجا. كان ويجا؟ ويجا. المهم هو كان عايزني في الدور بتاع دولي شاهين، وفاكره كويس قوي ساعتها كنت في المكتب. رحت المكتب وكان في هاني سلامه وقعد بيحاول يقنعني بالدور، وانا ساعتها بقى ايه كتكوته، يعني لا ليه ما افهمش اي حاجه في الدنيا يعني.